وينضم معنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ماجد الزبيدي، أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا. أهلا ومرحبا بك دكتور ماجد. كل الاحترام والتقدير لك والمشاهدين. دكتور، سجل اليوم العديد من الانتهاكات بحق مراسل الوكالات والقنوات الإعلامية، وهناك منع لبعضها من التغطية. هذا المنع ألا يفقد الحكومة مصداقيتها بعد خطاب عادل عبد المهدي الذي تحدث عن أن التظاهر حق مقدس كفله الدستور؟ بالتأكيد هذا تحيز في انتقاء وسائل الإعلام، وهذا أمر غير جائز وغير مشروع، ويفقد الحكومة العراقية لمصداقيتها ومصداقية التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تكون عادلة ولجميع الأطراف، وهذا سببه الضعف البين والظاهر للجميع من موقف الحكومة العراقية السلبي اتجاه المطالب العادلة للشعب العراقي. دكتور، مرصد الحريات الصحفية قال إن المجاميع المسلحة التي أغلقت وهاجمت المؤسسات الإعلامية منذ بداية هذا الشهر تعمل اليوم بأسلوب مختلف لإسكات الإعلام. هل برأيكم أن استخدام القمع المفرط ضد وسائل الإعلام قد يوقفها من أداء مهامها في العراق؟ بالعكس، ليس في العراق وحده، وإنما في كل الدول العربية التي تشهد مطالبة ومظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة للإصلاح السياسي والاقتصادي. إنما هذا يزيد من عمق وجماهيرية الانتفاضات والمسيرات الشعبية العربية المحقة، سواء في الجزائر أو العراق أو مصر أو تونس سابقا أو ليبيا أو غيرها من الدول العربية التواقة للحرية والاستقلال والمطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي عجزت عنها حكومات زمن الاستقلال العربي، ما يسمى بزمن الاستقلال العربي، وأكثر ما عجز عنه حكومات العراق منذ عام 2013، فلم تقدم للإنسان العراقي أبسط الخدمات الإنسانية الأساسية. اليوم المتظاهرون قاموا بطرد كادر القناة الرسمية الموالية للحكومة في المنطقة الخضراء. هذه الحادثة مع التحفظ إذا كان هناك حوادث ضرب للصحفيين، إلى أي مدى تؤكد فقدان الشارع الثقة بالرواية الحكومية؟ الواقع أن الشارع العربي من العراق إلى موريتانيا ومن عمان إلى المغرب العربي كله، لا يوجد هناك للأسف شديد مصداقية أو شبه مصداقية للإعلام العربي الرسمي اتجاه قضايا المواطنين العرب الأساسية واتجاه أبسط القضايا، وخاصة قضايا الحريات ومسائل الكرامة والعزة والمطالبة بالحقوق والخدمات الأساسية للمواطنين. لا يوجد مصداقية إطلاقا للإعلام العربي الرسمي الذي يجر نفسه في زمن الإعلام الحر، الإعلام البديل الذي بات يسيطر على الشارع العربي الآن. في مشهد تهكم عليه العراقيون، رأينا وزير الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي قد نزل إلى الشارع وقال إنه تظاهر مع المتظاهرين. محاولات الحكومة أن يعني تختزل الحراك بمطالب خدمية بسيطة، ألا يشكك بحديث الحكومة عن تعديل وزاري غير طائفي كما قال؟ لا يمكن للحكومات التي جاءت بعد عام 2003، لا يمكن أن تخلع عنها ثوبها الطائفي والمحاصصة الطائفية التي أدت في العراق ولبنان تحديدا إلى أزمات خانقة، وإلى غياب أبسط الخدمات، وإلى غياب أدنى درجات الحرية والحقوق. للأسف الشديد حكومات التحالف والتحاصص الطائفي أو العرقي أو غيره من التحاصص المذهبي أو العرقي أو الطائفي ستؤدي بالبلد وبالشعب للأسف الشديد إلى الجحيم على صعيد الخدمات. طيب دكتور، كيف الوطنية كيف تقرأ اللافتات والشعارات التي رفعت والتي رددها المتظاهرون وارتقائها لتعبر عن ألم ومعاناة الشعب العراقي ونبذهم للطائفية وعدم رفعهم أي لافتة تابعة لأي حزب سياسي في العراق اليوم؟ الأمر نفسه حدث في العراق وفي لبنان، وهما الدولتان العربيتان الأرقى علميا وللأسف الشديد بعد تجربة طويلة مع اتفاقيات وأنظمة الطوائف
وطائفية ثبت للمواطن البسيط من الأهوار إلى الموصل ومن دهوك إلى الفلوجة أن المحاصصة الطائفية ستؤدي بالبلد وبالناس إلى الكوارث وإلى الجوع والمرض، وأن الانتخابات السياسية القائمة على المواطنة وعلى الوطن كله دائرة انتخابية واحدة، والأحزاب السياسية العابر للطوائف والعابر للأديان والعابر للأعراق هي وحدها صاحب النصيب في مشروع بناء الدول واستقلالها. الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.